الآن التاسعة عشرة من الحدث. هي التاسعة عشرة، تبدأ بالعناوين. تصعيد جنوب لبنان مقلق، وإسرائيل تتوعد حزب الله بقنابل أثقل لأهداف أبعد. رغم تحذير زعيم حزب الله، إسرائيل تواصل حصد قادة الرضوان. لتهريب أسلحتها، إيران تواصل استغلال البنية التحتية المدنية في سوريا رغم التهديد الأمريكي الإسرائيلي. في مقابلة أولى وحصرية مع الحدث، زوجة البغدادي تكشف غرورة. باثيلي يلوم الشروط المسبقة ويقول إن الأطراف المؤسساتية في ليبيا غير مساعدة لتسوية الخلافات. على وقع التصعيد الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتوسع في رقعة الاستهدافات بين الطرفين خلال الساعات الماضية، ارتفعت وتيرة التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. يونيفيل أطلقت جرس أنذار بعد قصف متبادل الأيام الماضية استهدف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، وهو ما دفع ليونيفيل للقلق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل في غارة قائد قوات الرضوان التابعة لحزب الله علي الدبس واثنين آخرين من مساعديه في غارة جوية على منشأة وصفها بالعسكرية تابعة لحزب الله في النبطية. حزب الله هدد إسرائيل بأنها ستدفع الثمن ردا على مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في مدينة النبطية، وهو أكبر عدد من المدنيين يسقط في يوم واحد خلال أربعة أشهر من الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما أعلن استعداده لاحتمالات توسعة الحرب فيما نعى مقتل سبعة من عناصره في جنوب لبنان. هنا نشير إلى حزب الله يشار إلى أن المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تستمر بشكل شبه يومي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الفات، إلا أنها بدأت تتوسع مؤخرا لتصل إلى العمق اللبناني، وتتكثف الجهود الدولية لمنع اندلاع صراع أشمل وترتيب الوضع الحدودي بين البلدين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن طائرات الجيش الإسرائيلي والتي تحلق في سماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة. وأضاف جالانت بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للتصعيد ضد حزب الله أضعاف قدرته، وأنه قادر على الهجوم بعمق يصل إلى 50 كيلومترا ولبيروت ولأي مكان في لبنان. دانا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي القصف الإسرائيلي على النبطية في جنوب لبنان، مؤكدا أنه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي. ميقاتي قال أن الجيش الإسرائيلي تمادى في عدوانه، مجددا دعوته لجميع الأطراف بالتهدئة والالتزام بعدم التصعيد. يا شباب رجع عمو قرنتين رجع عمو اسمع
من واشنطن تنضم إلينا حنين غدار كبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومن باريس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أندري مهاوش. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذة حنين لأسأل، هذا التصعيد الإسرائيلي باتجاه لبنان وسقوط مدنيين لبنانيين بينهم أطفال، كيف يمكن أن يقرأ على الصعيد الداخلي اللبناني وكذلك على الصعيد الداعم لإسرائيل الولايات المتحدة، مدنيون يسقطون أثناء هذا القصف؟ مساء الخير لك لضيفك. طبعا يعني هذا اليوم عم نشوف ابتداء يعني هذا الأسبوع بشكل عام، يعني كل يوم في تصعيد من نوع مختلف، ولكن اليوم هذا التصعيد من نوع آخر، وخاصة لما كان كل الفترة يعني من وقت أكتوبر 7 لليوم ما كان في تركيز على المدنيين، ومن هيك كنا عم نقول إنه الحرب بعدها محصورة على الحدود وبين العسكر، ولكن اليوم اختلف الوضع. وبعتقد كمان يعني حزب الله من يومين قصف بالقصف كمان راح مدنيين إسرائيليين، وبعتقد هيدا اليوم اللي صار يعني من امبارح هو رد إسرائيلي أعنف طبعا بكتير على قتل مدنيين إسرائيليين، وهيدا اليوم يعني عم يفتح صفحة جديدة بهذا الصراع. اليوم بلبنان صار في خوف أكتر واضح من الحرب، يعني أهل الجنوب عم بعيشوا حرب مثل ما كانت بال2006، وصار ما واضح أنه ما في حدود، يعني الخطوط الحمراء كلها اخترقت بهذا المحل، وما بنعرف اليوم أيمتى بنزل الصاروخ على أي منطقة، والمدنيين صاروا برات الحسابات. واشنطن طبعا هم الأساس اليوم بكل المفاوضات اللي عم بتصير مع لبنان ولا مع إسرائيل، هو الهم الأساسي لواشنطن اليوم هو منع حصول حرب شاملة في بين لبنان وإسرائيل، بين حزب الله وإسرائيل، والتي يمكن أن تتحول إلى حرب إقليمية شاملة. يعني هيدا الهم الأساسي لواشنطن، لأنه بشكل أساسي اليوم في سنة انتخابية، وما منا بوارد هيدا الإدارة أنه تكون متورطة بحرب أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب على لبنان ممكن تكون أسوأ أو أطول من الحرب في غزة. فهذا الهم الأساسي اليوم. واليوم المبعوث هيدا الإدارة أمس هوشتاين بإسرائيل، وعم ياخد ويجيب أجوبة للبنان. اليوم موقف حزب الله واضح، هذه المفاوضات الدبلوماسية ما ممكن تكون تؤدي لولا نتيجة طالما الحرب بغزة بعد قائمة. فمن مفهوم اليوم لا الطرف الإسرائيلي ولا الطرف اللبناني بوارد أنه يتفقوا على أي نوع من اتفاق مثل يعني 1701 أو ترسيم الحدود طالما الحرب غزة بعد ماشي، لأنه حزب الله بعده مصر أنه يكفي بهيدي الحرب اللي هي محدودة، وإسرائيل بدها ضمانات لحد هلأ ما عندها ضمانات. الضمانات اللي عم تجيها لإسرائيل اليوم هي الجيش اللبناني واليونيفيل، قوات اليونيفيل والجيش اللبناني ما عندهم اليوم الصلاحية أنه يقدروا أو حتى الأدوات ليوقفوا حزب الله. فمن هيك اليوم بعد الموضوع عم ينفتح على كل الاحتمالات، وأنا بعتقد يعني إذا ما وصلوا لاتفاق واضح بواشنطن، هذا صار كتير واضح هذا الموضوع أنه ما في اتفاق بيضمن أمن الحدود حقيقيا بيضمن أمن الحدود. طيب. رايحين على حرب. أستاذ أندري، إلى أي حد التصعيد الإسرائيلي سيصعب دور باريس في مسألة التهدئة ولعب دور في الداخل اللبناني الآن؟ نعم، مساء الخير لك وللضيف كمان من واشنطن ضيفتك. مساء. أنا تقريبا يعني نفس التشخيص الذي أعطته من واشنطن هو نفس التشخيص الموجود في باريس، بمعنى أنه اليوم ابتداء من اليوم كلما طال زمن هذه الحرب تسقط الحواجز، ولم يعد الإمكان الكلام عن حرب تحترم قواعد اللعبة كما كانت تسمى، يعني بضربات محدودة. ما حصل في الساعات الأخيرة نرى بأنه يوما بعد يوم وكلما طالت الحرب تسقط هذه القواعد واحدة تلو الأخرى. الآن بالنسبة للوضع الآن لا شيء، لم يعد أي شيء مستبعد. هناك ربما نية أو تصريع على الأقل علنية من جميع الأطراف بأنهم لا يريدون توسيع الحرب ويحاولون القيام بكل الجهود لتفادي حرب شاملة، ولكن الواقع على الأرض لم يعد هو ربما كما كانت احتمالات سابقة أنه قد تحصل هذه الحرب نتيجة أي خطأ
أو أنه تمادي غير محسوب تفلت. اليوم ربما تكون هناك فعلا تخطيطات أو مخططات لتوزيع هذه الحرب إذا استندنا إلى التصريحات الأخيرة، بالأخص تصريحات إسرائيل اليوم بأن هناك طائرات تجوف الأجواء اللبنانية، لديها قنابل ثقيلة وتستطيع أن تدخل إلى العمق 50 كيلومتر. المؤسف الآن اليوم أن الوضع في لبنان متروك كليا، ليس هناك جهة لبنانية على صعيد المؤسسات الرسمية، على صعيد الدولة، على صعيد الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف أعمال أو مستقيلة، ليس هناك اليوم في لبنان من يمسك بالوضع ويقول بأنه هو الجهة الصالحة. الأمر متروك لمشيئة أو لقرار حزب الله، والذي كما هو أصبح معروف يربط كل شيء بالوضع في غزة، بكل احتمالات في غزة، مع كل ما يعرض ذلك من خطر توسيع الحرب وسقوط مدنيين وسقوط أيضا ضحايا أو حتى دمار. يجب أن لا ننسى أنه في لبنان هناك دمار، بالنسبة للدمار الذي لاحق بالمستوطنين في شمال إسرائيل، هناك حوالي 80 ألف نازح من جنوب لبنان، العدد قد يرتفع اليوم بالذات بعد عملية الغارة الأمس بالنبطية، هناك عشرات أو مئات العائلات التي تريد أن تغادر الجنوب. نعم. هناك حوالي 8000 إلى 9000 مسكن مدمر، إذن الأضرار كبيرة. ولكن جهود اليوم فرنسا، لأرجع لسؤالك، نعم، فرنسا قامت بمبادرة في المدة الأخيرة قبل حوالي أسبوع كشف عنها عند زيارة وزير الخارجية الأخيرة إلى لبنان، وهذه المبادرة جاء للأسف كما تقول السلطات الفرنسية، وهذا كلام صدر اليوم للخارجية الفرنسية، جاء الرد سلبي من قبل اللبنانيين، تحديدا من قبل حزب الله، لأن السلطات اللبنانية غائبة، والسلطات اللبنانية قالت بمعنى أو بآخر أنه سوف نتشاور مع حزب الله لنعرف إذا كان هناك استجابة لهذه المبادرة. نعم. هل هناك دولة أو بلد يحترم قراره وسيادته ويقبل بهذا الشيء؟ لأن الموضوع مرتبط بانسحاب حزب الله 10 كيلومترات، فرنسا تقول يبدو بأنهم لا يمتلكون القرار، ولا بد من العودة إلى صاحب القرار. لم يعد الأمر يتعلق بعشرة كيلومتر أو بثمانية أو بغير ذلك. واضح أنه كما قالت ضيفتك من واشنطن، وهذا أصبح معروف، حزب الله يرفض فتح أي نقاش أو أي نقاط تتعلق بال1701 أو حتى بوقف نار ووقف اعتداءات من الطرفين قبل أن تنتهي العملية في غزة. وقف الحرب هذا أمر طويل الأمد، وإذا لبنان سوف ينزلق أكثر فأكثر نحو هذه الحرب. طيب. ولم يعد أي شيء كما قلت مستبعد. الآن الأمل الوحيد هو ما صدر اليوم من السعودية، هناك زيارة لوزير الداخلية الفرنسي إلى السعودية، يقال بأن الموضوع الأمني كان موضوع نقاش، وهناك اتفاق على خطوات في الأيام المقبلة. طيب اسمح لي سيد أندري لأسأل السيدة حنين إجابة. وسعود إليك بس سؤال أخير. نعم سعود إليك بالنقطة الأخيرة أستاذ أندري. أستاذ حنين، باعتبار أن واشنطن يعني ترسل مبعوثها أموس هوكشتاين، هي تتعامل مع من في الطرف الداخلي اللبناني؟ مؤسسة الجيش اللبناني من الممكن أن تحرك أو تعطيها ضمانات، الولايات المتحدة تعطي الجيش ضمانات مستقبلية بحيث يتحرك أكثر باعتبار أن الحكومة حكومة تصريف أعمال، أو أن لا طرف يمكن التعامل معه من قبل الولايات المتحدة؟ طبعا مثلا يعني بكل الأحوال الولايات المتحدة بتعرف أنه هيدا الحكومة حكومة تصريف أعمال، وما فيها تتفاوض مباشرة مع حزب الله لأنه حزب الله مدروج على قائمة الإرهاب. طبيعي اليوم يعني الموفد الأمريكي عم يلتقي برئيس الوزراء حتى لو كان رئيس حكومة تصريف أعمال، ولكن ما في غيره، فلقاءاته هي عم تكون مع نجيب مئاتي ورئيس مجلس نبيه بري، هول اللقاءات الأساسية، وهن بيعرفوا بواشنطن أنه هن هيدول الشخصين ما عندهم فعليا قرار السلم والحرب مش بإيدهم، وهو فعليا بإيد حزب الله، ولكن عم بيكون التفاوض بين إسرائيل وحزب الله بطريقة غير مباشرة. فعليا التفاوض هو اليوم بين إسرائيل وحزب الله، مش بين حتى أمريكا ولبنان، ولكن هاي الطريقة الوحيدة، لأنه فعليا هن الطرفين الحقيقيين اللي بيدهم مسألة الحرب والسلم هن ما بيحكوا مع بعض ومفروض ما بيقدروا يتفاوضوا. بس هيدي المفاوضات اليوم عم بتقوم على ثلاث مراحل. أول مرحلة هي الأولوية الأساسية نسبة لأمريكا وإسرائيل، هي أنه يصير في وقف إطلاق النار ويرجعوا السكان الشمال الإسرائيلي وسكان الجنوب اللبناني على بيوتهم،
ويصير في وقف اطلاق نار وتخلص، ويصير في عدا يعني يتمكنوا من ردع لبنان واسرائيل لعدم الانجرار الى حرب شامله او حرب اقليميه. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هي ارسال جنود من الجيش اللبناني اضافيين الى شمال جنوب الليطاني. نعم. وزياده عدد قوات اليونيفيل. نعم. ولكن هذا الموضوع طبعا ما بيعطي اي ضمانات لاسرائيل، وهذا السبب نحن بعدنا هون موجودين. الخطوه الثالثه سريعا. والخطوة الثالثة هي البدء بالبحث هذا طبعا هذه خطوة ثالثة يمكن مش هذه الإدارة تعملها، يمكن إذا ربحت هذه الإدارة تكفيها، هي ترسيم الحدود، هي المفاوضات حول ترسيم. ترسيم الحدود هذا هذه هي الخطة اليوم، والخطة اليوم هي بمراحلها الثلاثة. طيب. ما فيها تعطي ضمانات لإسرائيل. أستاذ أندري، الجانب الفرنسي، اسمحي لي أستاذ حنين بالدقيقتين المتبقيتين، الجانب الفرنسي يعمل فقط في الساحة اللبنانية، يحاول إقناع الأطراف اللبنانية أو أن اتصالات مع الجانب الإسرائيلي كي لا ينجر أكثر لمسألة التصعيد وبالتالي لملمت الأمور؟ الجانب الفرنسي مثل كل الجهات الدولية الأخرى الأوروبية من ألمانيا إلى إيطاليا إلى كل هذه الدول حتى الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع جميع الأطراف. هناك زيارات مكوكية، وزير الخارجية الفرنسي الذي اقترح هذا البرنامج الأخير الخطة الأخيرة كان عمل جولة في المنطقة من إسرائيل إلى الأردن، وكان أيضا في مصر أعتقد إلى لبنان. المشكلة أنا أريد أن أعود إلى الأساس، المشكلة اليوم من يقرر في لبنان؟ ما تقوله السيدة حنين عندها حق كليا، ولكن الأساس هو أنه للأسف إذا كانت السلطات اللبنانية غير قادرة على اتخاذ القرار وهو أمر واقع وربما قد يتم تفهمه من قبل حتى المجتمع الدولي لأنه على الأرض ليس لديها القدرة، على الأقل تصريحات في بعض الأحيان تضر بلبنان وبالموقف الرسمي أكثر متفيد، يعني كما ظهر في المدة الأخيرة إن كان من رئيس الحكومة أو من وزير الخارجية بطريقة ما تبني نظرية أنه غزة أولا، هذا ليس من صالح لبنان. لبنان عليه أن يقول أنا هذا هو موقفي الرسمي، الفصل، نريد أن يتم تطبيق القرار، نريد إجراءات على الأرض، ولكن إذا لم تكن في المستطاع تطبيقها على الأقل يكون كلمتك الحق. اليوم لبنان يذهب ويشتكي إلى مجلس الأمن، ما منفعت هذه الشكوى؟ نعرف سلفا أي بحث في أي قرار سيكون هناك فيتو، لبل سيكون، وهذا ما يقوله في الخفاء أيضا بعض الجهات الفرنسية، أنه اليوم إسرائيل تقول بأنها ردت بالأمس مثلا في النبطية ردت على استهداف قيادة عسكرية في صفد. إذن من هو المعتدي الآن؟ هناك تساؤل أيضا من هو البادئ على الأقل؟ إذا كان حزب الله هو الذي قصف بالأمس صفد، إسرائيل تقول أنا رديت ولست البادئة، وهذا من حقي أن أرد على أي اعتداء. هذا هي المشكلة الأساسية. للأسف كما هو الوضع ليس هناك من مبادرة الآن قادرة على أن تصبح طيب. حقيقة على الأرض، لأنه ربما ليس هناك القدرة أيضا للدول الأخرى أو إرادة فعلية. طيب. ليس هناك من يضبط الوضع في قبل لبنان. الواقع على الأرض حزب الله وبعض المنظمات الفلسطينية هي التي تتحكم بالأرض. هل لديها فعلا فقط الرغبة أو الإرادة بالتفاوض والتوصل إلى حل منفصل أم لا؟ السؤال هو هنا. أنا أرى أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد ومن التدحرج. طيب. نحو اشتباكات أوسع أو نحو تدهور أمني أوسع. أستاذ حنين بنصف دقيقة، مسألة الجانب الأمريكي والخوف من فتح هذه الجبهة سواء من حزب الله أو حتى من إسرائيل، إدارة بايدن تحذر نتنياهو من عواقب فتح هذه الجبهة، تناقشها في هذه المسألة؟ طبعا اكيد، يعني هي دور أمس هوشتاين الاساسي هو التوصل لاتفاق بين الطرفين، ولكن من ضمن هيدا التفاوض هو الحث على الحكومه الاسرائيليه والجيش الاسرائيلي على تخفيف التصعيد مش لحد ما يوصلوا لاتفاق. فطبعا يعني عم الضغط الامريكي بهذا الموضوع كثير واضح، يعني هو في دعم لاسرائيل بحربها بغزه، ولكن في ضغط كثير واضح على اسرائيل بعدم فتح جبهه جنوب لبنان. نعم، شكرا جزيلا لكما من واشنطن الأستاذة حنين غدار كبيرة باحثين مع واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومن باريس أشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أندري مهاوش. وفي 19 أيضا، مصادر الحدث تكشف استغلال الطيران المدني لتهريب السلاح الإيراني عبر سوريا.
الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. نتابع في الساعة الأولى. أصبحت التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة بنظر مراقبين غير مجدية ودعاية إعلامية فقط، فهي تعمد لاستخدامها الأذرع في المنطقة بدلا من المواجهة الحقيقية. ليس التهديد الأول ولن يكون الأخير. الحرس الثوري الإيراني من جديد يستعرض قوته ويهدد الولايات المتحدة. هذه المرة جاء التهديد على لسان قائد الحرس الثوري حسين سلامي، مؤمناً أن اكتسبت القدرة على القتال عن بعد، في تلميح واضح لواشنطن. ثم قال إن الحرب من مسافة بعيدة هي حرب المعدات والتقنيات، وأن بلاده نجحت في الحصول على هذه القدرات. ونشرت طهران مقاطع مصورة لصواريخ وسفن إيرانية تكشف أنها مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الدقة. سلامي رأى في هذه الأسلحة أنها ستنقلهم من بوشهر إلى السواحل الأمريكية. عرض تلو آخر، قبل أيام قليلة أطلقت البحرية التابعة للحرس صاروخاً باليستياً طويل المدى من سفينة حربية يبلغ مداه 750 كيلومتراً. ورغم هذا العرض للقوة العسكرية، إلا أن تهديدات إيران وصفت بالإعلامية. ووفقاً لمراقبين، فإن طهران تحرك أذرعها في المنطقة لاستهداف القوات الأمريكية ولن تكون في الواجهة، ولطالما أخلت مسؤوليتها بعد أي استهداف من الميليشيات للقوات الأمريكية. أما الضربة الأكبر، استهداف واشنطن لمواقع ميليشيات مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، مستهدفة 85 موقعاً. هذا الاستهداف فتح شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ساخروا من تهديدات إيران المستمرة منذ بداية الحرب على غزة. رفها السعد، الحدث. رغم الضربات المتتالية التي تتعرض لها شحنات الأسلحة الإيرانية، إلا أن سلوك طهران متواصل، فشحنات الأسلحة لم تتوقف ليوم واحد منذ اندلاع حرب غزة على الأقل، حيث تضاعفت مساعي ميليشيا حزب الله للتسلح، ومعها تضاعفت جهود فيلق القدس الإيراني بالتسليح. إلى هنا يبدو من يسلح ويتسلح ليس سوريا، لكن الأرض التي تتم عمليات النقل والشحن إليها هي سوريا بمطاراتها ورحلاتها الجوية العسكرية منها والمدنية لأول مرة. المصادر قالت إنه تم نقل كمية كبيرة من الأسلحة على متن شركة أجنحة الشام للطيران السورية، وذلك من خلال حقائب اليد وحقائب السفر المودعة في مخزن الطائرة عبر رحلات الركاب التي تسيرها الشركة السورية من طهران. ومصادر الحدث قالت إن الموساد الإسرائيلي على دراية تامة بتلك الشحنات وعمليات نقلها، وهو ما تؤكده الغارة الإسرائيلية على مطاري دمشق والنيرب التي استهدفت معظم تلك الشحنات. المصادر تقول إن نقل الأسلحة في هذه الطريقة تأتي على خلفية الضرورة المتزايدة لنقل الوسائل القتالية إلى الساحة اللبنانية والسورية، ويتم تحمل مخاطر أكبر مقارنة بتلك التي يتم تحملها خلال الفترات الروتينية.
مخاطر تتمثل بتعريض حياة الركاب وكذلك البنية التحتية السورية للخطر وتحريمها من الاستقرار، حيث باتت معظم الرحلات الجوية المدنية تحمل عناصر من فيلق القدس وحزب الله محملين بالأسلحة والذخائر. هذا جوا، لكن على البر أيضا لا تهدأ شحنات الأسلحة، وهنا كشفت مصادر الحدث أيضا عن دخول 4 شحنات من معبر سكك غير الشرعي بين العراق وسوريا، والذي تسيطر عليه الميليشيات الإيرانية ويربط مدينة البوكمال بقضاء القائم العراقي. المصادر أكدت بعد ساعات فقط وصول شحنة من صواريخ الدفاع الجوي إلى مطار المزة العسكري بإشراف قادة من ميليشيا حزب الله. وأضافت المصادر أن شحنة الصواريخ هذه تم تخزينها في مستودعات سرية تحت الأرض بمطار المزة. من دبي انضم إلينا الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي. مرحبا بك يا دكتور سمير. ما زالت إيران تحاول استغلال الجغرافيا السورية حتى مسألة الطيران المدني رغم اعتراض مشغليه مثلا مالكيه؟ أولا سيدي أتشرف بك جدا على المستوى الشخصي وأتشرف بقناتكم وبجمهوركم. أهلا وسهلا يعني دكتور. باعتقادي هذا السلوك هو سلوك قديم، الوضع كان مسترخي أكثر بكثير في الماضي، وبالتالي كانت الخطوط البرية مفتوحة بشكل واسع من الحدود العراقية إلى سوريا. طبعا كان هناك في بعض القضايا الحساسة يتم النقل عبر مطار دمشق الدولي أو مطار حلب فيما بعد بعض الضربات الإسرائيلية، ولكن الجديد في الموضوع الآن هو قيام إيران بالمخاطرة بنقل كميات مهمة من الأسلحة الحساسة عبر الجو، وهذا يوضح بأن هناك حالة من الاستعجال. هذا الاستعجال وهذا المستوى من المخاطرة يوضح أن إيران وأن حزب الله أداتها عمليا أصبحوا في وضع يعني قلق، وهم يشعرون بالمخاطر الكبيرة التي يجرون إليها لبنان والتي يمكن أن تنزلق من بين أيديهم الأمور في اتجاه مجابهة. المهم في هذا الموضوع هو أن بالضبط يعني في هناك أكثر من 48 موقع أساسي، لا أتحدث عن المواقع الثانوية، عمليا يتحكم بها الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وهي بشكل أساسي المطارات وبعض المواقع الرادار والتنصت والأجهزة الإلكترونية وأيضا أماكن إخفاء الصواريخ بما فيها الممرات التي تمر منها الصواريخ، وهي أنفاق طويلة تمر في سواء في جبال لبنان الغربية بدءا من الأراضي السورية وصولا إلى لبنان أو في منطقة جبال القلمون، وهذه المناطق التي كان حزب الله حريصا على السيطرة عليها بالذات، وهي توضح بأن سوريا هي عبارة عن مجرد معبر، والسيطرة عليه أهميته بالنسبة لإيران وبالنسبة لحزب الله في أنها مجرد معبر. أما ما يحصل مع السوريين ووضع الدولة السورية وشكوى الإيرانيين من أن السوريين لا يتعاونون معهم بالشكل الكافي وأن ذلك يعرضهم لمخاطر، كل ذلك يوضح بأن سوريا ليست سوى منصة مستباحة. هذه هي النقطة الأساسية يا دكتور سمير، يعني أنت تعرف سوريا وتعرف كل تفاصيل الذهنية والقرار السوري. يعني نسمع كثيرا بأن التصرفات الأخيرة لإيران أو على الأقل لأذرعها على الجغرافيا السورية لا تحظى بقبول الكثير من المسؤولين السوريين الحكوميين الرسميين. بدأت إيران تتجه باتجاه العمل بمفردها عبر أذرعها الخاصة والخاصة جدا وعدم إعطاء بعض المعلومات للحكومة السورية مثلا، وصلت إلى هذه المرحلة؟
تغطية المعلومات هي من زمان، هناك قطع عسكرية كاملة لا يستطيع دخولها ضباط الجيش السوري ولا الأجهزة السورية، باستثناء بعض القطع العسكرية التي تتعامل معها القوات المرتبطة بإيران. لذلك داخل الجيش السوري هناك ثلاثة منظومات للولاء، إحدى هذه المنظومات هي المنظومة التي كونتها داخل الجيش السوري القوات الإيرانية والأجهزة الإيرانية. وبالتالي نعم عمليا هو جزء من الصراع العام داخل بنية السلطة، ومتعلق الأمر بأن فعلا هناك شعور بالخطر واحتمال انجرار البلاد بشكل كامل لتصبح مكسر عصا لصراع أقليمي تفتحه إيران ويفتحه حزب الله، بسبب شعورهم بأنهم أن الخناق يضيق عليهم، وأن هناك احتمالات جدية بأن إسرائيل لن تقبل بعد الآن بأن يكون هناك سكين من حزب الله موجها إلى رقبتها. والتصريحات التي يأتي عليها بعض الإيرانيين الرسميين أو غير الرسميين دكتور سمير الأخيرة تشي كذلك بعدم الثقة بالداخل السوري، يعني هناك من يسرب معلومات، إلى أي حد هذا يزعج الحكومة السورية القيادة السورية من أجل أن تقود البلاد إلى مصلحة الداخل السوري أكثر يعني، وتعود إلى سيرتها التي سبقت العملية 2011؟ يعني العملية الرئيسية هنا لا تعود فينا إلى أيام 2011 فقط سيدي، ولكن تعود أي أيام كان عمليا الدور الإيراني هو دور سياسي فقط في سوريا، وهذا كان لفترة طويلة وغير مسموح للإيرانيين بالتحرك حتى وليس في لبنان بوجود السوريين. ولكن الآن في اعتقادي لأسباب مختلفة أهمها تواجدهم وانتشارهم ودورهم وكونهم الآن في حالتهم رافعة رئيسية في الوضع الاستراتيجي للنظام، لذلك لا أعتقد بأن هناك سمة أي أمل بالعودة إلى الوراء في الوضع الحالي، خاصة كما قلت أن هناك عمليات ولاء أصبحت واضحة ومعروفة للفصائل الإيرانية ضمن بنية العسكرية السورية، وهذا في رأيي أنا أمر واضح تماما ومعروف. وتلك القطعات بالذات هي التي تتولى حماية الممرات التي يقوم بها حزب الله، سواء في منطقة الزبداني سرغاية وأيضا الحدود اللبنانية أو في منطقة القلمون، هي بالذات التي تقوم بالحماية. وبالتالي نعم لسنا أمام الآن وضع تستطيع فيه الدولة السورية القيام بأي شيء في الوضع الراهن، وهناك استيلاب كامل لقرار الحرب، والدليل هو القصف. يعني الوضع هنا أسوأ من لبنان حتى، لأن حتى الجيش السوري ليس يعني فيه هل ثمت طيب من خلال المتابعة دكتور لنكون يعني أكثر قربا من الواقع، هل ثمت فسحة أو أمل من الممكن أن تعود فيه الحكومة السورية إلى استقلالية القرار فيما سبق كانت طهران ورقة تضغط بها دمشق على بعض الأطراف سواء في لبنان أو الطرف الأمريكي؟ يقال بأنه منذ 2011 تحولت دمشق إلى ورقة بيد طهران تضغط بها على أطراف أخرى، هل ثمت فسحة أمل يمكن أن تعود الحكومة السورية بها صاحبة قرار وتقدر الموقف بناء على المعطيات الراهنة؟ بدون المصالحة مع الشعب السوري وتخفيض مستوى التوتر وعمليا القيام بعملية داخلية تسمح باستعادة وحدة البلاد بشكل رئيسي بين السوريين وليس بالتصالح مع القوى المحتلة على اختلاف مسمياتها، يمكن في اعتقادي عندها استعادة استقلالية ووطنية القرار. هذه العملية غير ممكنة في الظروف الحالية بسبب أن سوريا أصبحت ساحة مفتوحة لأكثر من عمليا 8 أو 9 قوى دولية تتواجد عمليا على الأرض السورية بأشكال مختلفة وبدرجات مختلفة. لذلك ولكن إيران تختلف عن 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 غيرها بأنه لا حاضنة لها في 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 سوريا، يعني عموم التقارير التي يعني تستطلع الآراء تقول بأنه لا يمكن أن يكون لها حاضنة دكتور. لا يمكن أن يكون لها حاضنة في رأيي، ولكنها تأخذ البلاد كرهينة من مبدأ أن هناك قوى
تسميها بأنها قوى إرهابية يمكن أن تأتي وتقوم بقتل الأقليات الأخرى أو المكونات الأخرى، آسف لكلمة أقليات، أنا فعلاء ومن بأن في سوريا أقليات، ولكن المكونات الأخرى، وبالتالي كونها وكانها مفوضة من قبل النظام في رأيي أنا يعطيها هوامش مناورة كبيرة جدا. لذلك في اعتقادي أن قضية أن القضية ليست مربوطة بجرة قلم يمكن أن يقوم فيها مركز القرار السوري ويقرر سحب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، هذا وهم في اعتقادي ساذج، هذا ليس وضع يشابه موقف أنور السادات حين كان لديه عمليا الخبراء السوفييت وبجرة قلم أخرجهم من مصر، هذا كان بينما كان وضع الجيش المصري جيش وطني كبير ومؤسسة مستقرة وراسخة ووضع البلاد واحد، أعتقد الوضع مختلف تماما الآن في الوضع السوري. طيب شكرا جزيلا لك من دبي الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي. أهلا وسهلا. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية عن السلاح المستخدم في استهداف أحد قادة حزب الله وسط مدينة بغداد الأسبوع الماضي. الصاروخ المستخدم هو هيلفاير المعدل ذو الشفرة الست الطويلة والتي تمزق الأهداف من دون خسائر في صفوف المدنية. سلاح القتل الدقيق أو كما يطلق عليه جنس الطائر، صاروخ يمزق أهدافه دون خسائر مدنية، استخدم في تنفيذ عمليات استهداف متعددة منها قتل زعيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري عام 2022، وأخيراً استهداف القيادي في حزب الله أبو بكر الساعدي في العراق. تقارير صحفية أشارت إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية كشفوا أن البنتاغون استخدم هذا السلاح ذا الشفرات الست لتحقيق النتائج المرجوة دون إيقاع أضرار جانبية في صفوف المدنيين، فصاروخ هيلفاير المعدل الذي صممه البنتاغون بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية لاستهداف قادة التنظيمات الإرهابية بحسب تقارير إعلامية، يقتل دون انفجار بفضل ما يحمله من شفرات حادة ومتداخلة تخرج لحظة اصطدامها بالهدف، ويمكن أن تحمله أي طائرة هليكوبتر أو مسيرة. صور رويترز للضربة الأخيرة التي استهدفت سيارة قيادي حزب الله أبو بكر الساعدي أظهرت احتراق السيارة جزئياً بهيكل شبه سليم، ما يؤكد فرضية استخدام صاروخ جنس الطائر دون غيره. رند الشيخ، العربية. أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أن عائلة زعيم تنظيم داعش السابق أبي بكر البغدادي مثلت أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى وتم تدوين أقوالهم. تمكنت السلطات العراقية من استعادة عائلة البغدادي، وما زالت التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية، وذلك ضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق. وفي مقابلة خاصة للحدث وصفت أسماء محمد زوجة أبي بكر البغدادي وصفت زعيم داعش بالغرور، خاصة بعد توليه الخلافة المزعومة. طبعا اختلفت الحياة كثيرا، يعني الآن أصبحنا نشعر فعلا نحن في خطر حقيقي، يعني كعائلة نحن الآن فعلا في خطر حقيقي، يعني الرجل يعني أصابه غرور، يعني ما عاد يعني يهمه الذين الناس اللي حواليه، يعني كل اللي يهمه هو فتوحات أمنه الشخصي، كيف يوسعون هذه الدولة. كانت عندهم أحلام كبيرة، يعني يصلون إلى روما يفتحون، يعني كانت في رأيي خرافات.
لا يزال أكثر من 2 مليون موظف ليبي ينتظرون صرف أجور شهر يناير الماضي نتيجة تأخرها، وقبل هذا التأخر في صرف الأجور باستياء واسع من الليبيين الذين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا من خلالها عن سخطهم من الأوضاع التي وصلوا إليها، متهمين السلطات المسؤولة بحرمان المواطنين من قوتهم. من جهته أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أن سبب التأخر في صرف الأجور خارج عن إرادته وتعود إلى عدم اعتماد قانون الميزانية، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو الذي يعطل إجراءات الصرف في بداية كل سنة جديدة، مقدما اعتذاره للليبيين عن هذا التأخر ومؤكدا سعيه لرفع هذه الأجور وزيادتها. كما أرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة تأخر صرف الأجور إلى عدم اعتماد موازنة الدولة للعوام السابقة والعام الحالي، موضحة أن القرار الصادر عن البرلمان بتشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة كان سببا آخر لتأخر الأجور. في كلمة أمام مجلس الأمن ساق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي جملة من الأسباب التي تؤخر إجراء الانتخابات، كاشفا أن الأطراف المؤسساتية في البلاد غير مستعدة على ما يبدو لتسوية الخلافات المتبقية للتمهيد لإجراء الانتخابات. وأضاف باتيلي أن الأطراف في ليبيا مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار في أسلوب يبقي على الوضع الراهن. وكان باتيلي قد دعا الأطراف المؤسساتية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين مفوضية الانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب. وعلى الرغم من الانتهاء من الإطار القانوني والدستوري لعقد الانتخابات بواسطة اللجنة المشتركة 6+6 التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عام 2023، وما تلا ذلك من اعتماد مجلس النواب لها، وهذه العملية استغرقت أكثر من 11 شهر. ويبدو أهم الأطراف المؤسسية الليبية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية السياسية المتبقية بما يمهد المسار نحو الانتخابات التي طال انتظارها بليبيا. ومنذ إحاطتي الأخيرة وصلت العمل مع أهم الجهات والأطراف وأناشد فيهم الحكمة والمسؤولية تجاه وطنهم، وحتى الآن لم يتحرك أي منهم تحركا حاسما من موقفه الأول والذي ويستمرون في تحديد شروط تسبق مشاركتهم في الحوار في أسلوب يحافظ على الوضع الراهن الذي يبدو أنه يناسبهم. حضرت الرئيس، السبيل نحو الأمام يستدعي تسوية كل المشاكل التي تمنع انعقاد الانتخابات والتي منعت انعقادها عام 2021، وأن تسوية من خلال المفاوضات وتسوية سياسية بين أهم الجهات المؤسسية. ولذلك أحث كل الجهات الفاعلة المؤسسية في ليبيا على المشاركة في الحوار بدون شروط. من بنغازي ينضم إلينا الدكتور أحمد عبد الله العبود، الباحث في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية. مرحبا بك يا دكتور أحمد عبد الله العبود. سنتحدث أنا وأنت ويستمع المشاهدون إلى العمليات الخاصة بمستقبل ليبيا ومسألة إجراء الانتخابات، ولكن قبل ذلك أريد أن أقف عند مسألة الرواتب. لماذا لم تصرف هذه الرواتب؟ وفي بعض الأحيان نجد بأن ميزانيات تخصص بشكل سريع لاستجلاب فنانين وإعلاميين ومؤتمرات وتصوير وغير ذلك بشكل سريع جدا. يعني خليني نقول لك، أنا بصراحة التوسع في الإنفاق العام، حكومة دبيبة أنفقت أكثر من 300 مليار خلال هالسنوات الثلاث، مشاريع وهمية وكوربشن فاق كل حد ووصف، والرجل أصلا يعمل بدون ميزانية، بدون قانون ميزانية، فبالتالي إلقاء
إلقاء عدم صرف المرتبات على مجلس النواب أو على المصرف المركزي، أعتقد بأنها يعني حجة جديدة يضيفها سيد دبيبة لمشاريع الفشل التي أنتجها. يعني نحن أمام يومين على احتفالية الذكرى السنوية لفبراير، ثورة فبراير، والإنفاق الذي تقوم به حكومة دبيبة لا يتوازن ولا يتواءم ولا يتماشى مع الوضع الاقتصادي العام الذي يعيشه المواطن الليبي. المواطن الليبي يعيش اليوم للشهر الثالث عدم حصوله على مرتبة. الوضع الاقتصادي للدولة يشير بأنها مقبلة على أزمة. العجز في الميزانية العامة والعجز في النقد الأجنبي وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي تشير بأننا أمام أعتاب أزمة حقيقية، خاصة وأنه ينفذ سياسات بين مزدوجين، تقشف اقتصادي في هذه الفترة من رفع الدعم السلعي والخدمي، رفع للدعم الطاقي، وهو سوف يأتي ويلقي بظلاله العميقة على أزمة المواطن، خاصة وأن الليبيين في مجملهم هم من الطبقة الوسطى يتقاضون أموال يعني مرتباتهم من الدولة، وهذا كله يشير بأننا أمام عتبة أزمة اقتصادية حقيقية. بالمناسبة كل الحكومات التي عملت في فبراير من 2012 على وجه التحديد من 2013 لم تعتمد ميزانياتها من قبل مجلس النواب، وإنما تحركت ومنذ حكومة السراج وفقا لي ترتيبات مالية خاصة وهي ترتيبات 1/12، فبالتالي التحجج بقانون الميزانية هذا هو هذا فيما يخص الميزانية، كلمة الحق التي يريدها، كلمة الباقل التي يريد بها حق. نعم، هذا فيما يخص الميزانية ومسألة الإنفاق ورواتب الليبيين. الآن كلام باثيلي يا دكتور أحمد، يعني وكأن الرجل يصف الحالة الليبية، والحالة الليبية معروفة للصغير والكبير وكل الناس، يعني مسألة أن الأطراف غير مستعدة والأطراف غير جاهزة وغير ذلك. طيب ماذا بعد؟ ما الذي قدمته أنت يا باثيلي من حلول؟ يعني لماذا لم تبادر الأمم المتحدة لفعل شيء ما، أو أنها تدير الأزمة الليبية فقط؟ هي في واقع الأمر هي تدير الأزمة الليبية فقط. يعني السيد عبدالله باثيلي لم يستفد من التجارب السابقة، لم يستفد من الأخطاء التي وقع فيها برناردين اليون وأنتجت الصخيرات الذي ظل اتفاقا غير مطبق وأدخل البلاد في انقسام سياسي ومؤسسي حقيقي، لم يستفد من أخطاء التي وقع فيها السيد سلامة والسيدة ستيفاني ويليامز في حوار جنيف، ويعيد إنتاج نفس الأخطاء. يعني والشروط التي يتحجج بها السيد عبدالله باثيلي لعقد طاولة المفاوضات هي قائمة على مستويين. المستوى الأول أن في وجود خمس أطراف يعني بدون نقاش بأننا نتحدث عن طاولة غير متوازنة الأطراف، وبالتالي إنتاجها سوف يكون حلول غير توافقية، وبالتالي سوف يزيد من الأزمة عمقا. هذا على المستوى الأول. مطالب جميع الأطراف هي أن يتساوى جميع الأطراف على الطاولة، بمعنى عندما يتحدث عن الطرف الذي يمثل مجلس الرئاسي أو مجلس الدولة، الطرفين سواء مجلس النواب أو القيادة العامة للجيش يقولها بكل وضوح، هي إما إبعاد حكومة دبيبة، لأن من غير المعقول أن نذهب إلى إنتاج حكومة جديدة في ظل وجود ومشاركة حكومة مستفيدة من استمرار الوضع القائم، أو إذا ما تم التمسك بالسيد عبد الحميد بيبة كطرف من أطراف الحوار فإنه لابد من إشراك الحكومة الأخرى الموجودة في شرق البلاد والتي اعتمدها البرلمان وهي حكومة السيد حماد، وبالتالي سوف تتواجد ستة أطراف، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن هذه الأطراف سوف تنتج حلول توافقية نستطيع الذهاب إلى تنفيذها. أيضا السيد لم يكن هناك اتصال ما بين باثيلي مؤخرا وحكومة حماد. دكتور أحمد إذا سمحت لي، تمت مناقشة الرئيس أسامة حماد بهذا الموضوع أو لا؟ الموضوع كله مرتبط بحكومة عبد الحميد دبيبة والاتصالات المباشرة معها باعتبارها تسوق لذاتها على أنها هي الممثل الشرعي أمام المنظمات الدولية. شوف، خلينا نتكلم على موضوع الممثل الشرعي. حكومة دبيبة انتهت ولايتها بانتهاء الاتفاق السياسي، اتفاق جنيف. ثانيا، إذا ما تحدثنا عن وجود السلطة التنفيذية، يعلم الجميع بأن السيد دبيبة أتى في قائمة التي على رأسها السيد محمد بنفي والسيد عبد الله اللافي والسيد موسى الكوني، فبالتالي السلطة التنفيذية بمعناها الأوسع والأشمل هي مشاركة في الحوار.
السيد عبدالله بتيلي للأسف لم يشرك السيد حماد في أي مشاورات، لم يتحدث عنه، لم يتحدث معه في آليات الحل السياسي، برغم أنه طرف رئيسي اليوم سواء في أزمة الانقسام السياسي أو في الأزمة السياسية. وبالتالي إذا ما أراد الحديث عن انتخابات أو الحديث عن ترتيبات تسبق عملية انتخابات، كيف لا يشرك هذه الحكومة وهي تسيطر على أكثر من 78% من أراضي ليبيا سواء في شرق البلاد أو جنوبه أو جنوبه الغربي، بل أن المساحة تمتد إلى وسط البلاد. إذن خلينا نتكلم بصراحة، مشاركة جميع الأطراف يعني بكل وضوح شكراً. ضمان تقيد كل الأطراف بمخرجات هذا الحوار، وبالتالي نعم. نستطيع القول بكل وضوح بأن كل الأطراف سوف تقبل بمخرجات هذا الاتفاق شكراً. وسوف تقبل بالذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية نعم. وتقبل أيضا بنتائج هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك من بنغازي، ولكن وجود خارج هذه الطاولة، خارج طرف الحوار. نعم شكرا يا دكتور أحمد، انتهى وقت الساعة الأولى من 19:00. على أمل أن نلتقيك في ساعات مقبلة يا دكتور أحمد، اعذرني، انتهى وقت الساعة. من بنغازي الدكتور أحمد عبدالله العبود، الباحث في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية، شكرا جزيلا لك. بكلام الدكتور أحمد نأتي إلى نهاية الساعة الأولى، بعد قليل نفتح معكم ملفات الساعة الثانية، انتظرونا. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9:00 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً.
الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أقوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مارك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه الساعات القادمة. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك، كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات
ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. اعرف الأخبار وتابع الحدث. الآن 19 من الحدث. الساعة 2 من 19 كذلك نبدأها بالعناوين. رغم الرفض الدولي، ضغط إسرائيلي على رفح وتحذير أممي لمصر، وسيناء تنفي إقامة معسكرات. خطة أمريكية لإقامة دولة فلسطينية تثير ضجة في إسرائيل، ونتنياهو منتقدا ليس وقت الهدايا. رغم الإجراءات الأمريكية العسكرية منها والاقتصادية، الحوثي واصل قرصنته. بالصور، واشنطن تؤكد ما كشفته الحدث عن مصادرة شحنة أسلحة إيرانية كانت بطريقها للحوثيين. 300 يوم على صراع السودان، كيف يبدو المشهد؟ أهلا بكم. تواجه إسرائيل ضغطا دبلوماسيا هائلا للبقاء بعيدا عن مدينة رفح، وسط الأجواء الضبابية التي خيمت على اجتماعات القاهرة بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس اشترط أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة. وقبل قليل اعتبر البيت الأبيض أن شن عملية كبيرة في رفح من دون خطة معقولة سيكون كارثيا، فيما حذر مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مصر أصبح حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح، مكررا أن الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح قد يتسبب في إغلاق شريان الحياة. ومن الوهم القول أن هناك أي مكان آمن في غزة وفق قوله. وبخلاف رفح، أثار مجمع ناصر الطبي مخاوف مجزرة جديدة بعد اقتحامه من قوات إسرائيلية تقول أنها تشتبه بوجود جثث لرهائن إسرائيليين فيه. ودعا الجيش الإسرائيلي الجميع لمغادرة منطقة مستشفى ناصر في خان يونس. According to intelligence assessments and information we got, معلوماتنا الاستخباراتية تؤكد استخدام حماس لأكثر من 85% من المرافق الطبية الرئيسية في غزة في عملياتها العسكرية. نفذ الجيش عملية دقيقة ومحدودة داخل مستشفى ناصر الطبي في خان يونس. إرهابي حماس استخدموا المدنيين في مستشفى ناصر كغطاء لهم، ولدينا معلومات عن وجود رهائن إسرائيليين داخل المستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى الاحتلال منا طلب منا امبارح انه نخلي مستشفى ناصر بالكامل كنازحين. امبارح ما كانش في ممر امن فطلعوا ناس طخوهم ورجعوا، يعني في منهم شهداء واصابات. اليوم اجى منصور حكى لك ممر امن، طلعنا لا ممر امن ولا نيله، دخلوا علينا في جرافه بالدبابه يغلطوا يبهدلوا فينا ويوقفونا 4 ساعات بالشمس ياخدوا، يعني كل مثلا نص ساعه يدخلوا 5 ساعات يدخلوا 3 وياخدوا 2. اذا قال لك خلاص ارجعوا وبكره بنكمل، وين الممر امن اللي حكيت انه بتطلع النازحين؟ وين الاشياء؟ انت قلت لي انك وفرت لي ممر امن، بس احنا ايش ممر امن؟ انت بس اجيت زليتنا وهدنا وغلطت علينا ورجعتنا. إذن مشاهدينا نبقى في فلسطين وعلى وجه التحديد في غزة وما يجري في القطاع، رغم المشهد القاتم في غزة وتراجع التفاؤل بشأن التوصل لاتفاق حول تبادل الأسرى ووقف النار، وسط تكرار بعض الوزراء الإسرائيليين رفضهم إقامة دولة فلسطينية. مصادر مطلعة قالت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط يكثفون العمل من أجل استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي تشمل بحسب صحيفة واشنطن بوست إلى وضع جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. إلا أن تلك الخطة بحسب المصادر ترتبط بشكل وثيق ومباشر بالجهود المبذولة من أجل التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل والتي اعتبرها مسؤولون أمريكيون مفتاح الحل. لكن في الوقت ذاته تطفو مخاوف جدية من أن يعرقل الخطة الهجوم الإسرائيلي الذي يلوح في الأفق على مدينة رفح جنوب القطاع، ما قد يدفع أزمة غزة إلى أبعادها القصوى ويدفن نهائيا صفقة الأسرى وخطة السلام طويلة الأمد. ويضاف إلى مخاوف عرقلة الخطة الأمريكية بعض الأصوات الإسرائيلية المتطرفة الرافضة من الأساس أي طرح لإقامة دولة فلسطينية، على رأسها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي قال إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث، وأطلاق وزير المالية بتسلائيل سموتريتش الموقف عينه مؤكدا أنه يعارض المخططات الأمريكية بإقامة دولة فلسطينية. أما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال تعقيبا على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية: هذا ليس وقت المناسب للحديث عن توزيع الهدايا للفلسطينيين. نفى محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة ما نقلته وسائل الإعلام من عن بناء منطقة أمنية عازلة في مدينة رفح المصرية أو معسكرات لاستقبال الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أن ما يجري في مناطق شرق سيناء هو قيام لجان من المحافظة بحصر المنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب بهدف تعويض ملاكها، مشددا على أن موقف مصر واضح وصريح وهو عدم السماح بتهجير سكان غزة قسريا إلى مصر نهائيا. وأضاف المحافظ أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات حال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. وفيما يعتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس، أفادت مصادر الحدث بأن حماس رفضت عرضا إسرائيليا لإطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني مقابل كل ما لديها من محتجزين ووقف النار لمدة 3 أشهر وخروج قادتها من غزة. مصادر الحدث أكدت أن حماس تصر على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإطلاق سراح كل الأسرى وبقاء الحركة في القطاع. وأشارت المصادر إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بعث برسالة مبطنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفيد أن عدم تنفيذ صفقة قبل رمضان سيؤدي لخطوات أحادية لإدارة بايدن.
فيما أكدت المصادر أن مصر وقطر تحاولان الضغط على الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق نار خلال 10 أيام. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري. مرحبا بك يا دكتور عبد المنعم. إذا بدأت معك بالموقف الذي أتى على لسان الأمريكيين ومسؤوليهم في الخارجية بأن واشنطن من الممكن أن يكون لديها خطوات أحادية الجانب إذا بقى الوضع على ما هو عليه، ما هي هذه الخطوات وهل ناقشت واشنطن القاهرة فيها؟ يعني لا نعرف إذا كان، إذا ما كناش نعرف الخطوات هي إيه هنعرف إذا كانت ناقشت فيها القاهرة أم لا. هناك مشروع عام للولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة هو مشروع يختمر منذ بداية الأزمة وكان عرضا مصريا في البداية، يقوم على وقف إطلاق النار ويقوم على تقديم الإغاثة للفلسطينيين ويقوم على تشكيل حكومة وطنية فلسطينية تجمع ما بين الضفة والقطاع، وأخيرا إقامة دولة فلسطينية يقبلها المجتمع الدولي. طبعا كل ذلك يعني موضوع للتفاوض الطويل، لكن النقطة الأولى فيها هي القبول بوقف إطلاق النار. ولما كان القبول بوقف إطلاق نار شامل إسرائيل ترفضه رفضا باتا، فقد أصبح ممكنا أن نعمل على يعني هدى متفرقة لكنها تستطيع أن تعطي للمتفاوضين وأصحاب المصلحة في وقف هذه الحرب البشعة وإقامة السلام في المنطقة. طيب. يبدو أن هناك، تفضل. طيب يعني بدأنا بالخبر الأمريكي وما يأتي عليه المسؤولون الأمريكيون باعتبار أن يعني عبارة خطوات أحادية الجانب تحمل طيات وثنايا كثيرة يا دكتور. الآن أعود إلى مسألة الضغط الإسرائيلي على رفح، كيف ستتعامل القاهرة مع هذا الضغط؟ احنا واضحين جدا انه يعني وتقريبا كل العالم ضد اي عملية ضد رفح لانها سوف تكون مأساوية للغاية، لكن مصر لن تسمح بانه يتم تصفية القضية الفلسطينية بتهجير قسري. ما الذي سوف يتم؟ اعتقد كما يقولون يعني لكل حادث حديث، لكن الرسالة واضحة تماما للجانب الاسرائيلي ان ذلك سوف يكون ضارا للغاية بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، وأن هذه العلاقات يمكن أن تستخدم في الطريق إلى تسوية سلمية للأزمة وليس إلى حالة من حالات المواجهة. نحن ننتظر، وكما سمعنا يعني كثيرا موضوع الغزو الخاص برفح يعني نسمع به بأكثر من 10 أيام، ودائما نستمع انه imminent imminent imminent. هي التصريحات الإسرائيلية دائما للضغط على المفاوضات الجارية للحصول على يعني شروط افضل. وللأسف في رأيي، وهذا هو رأيي الخاص، ان حماس يعني عندما عرض عليها الصيغة المصرية القطرية للتعامل مع وقف إطلاق النار فرضت شروطا كانت تعرف تماما أنها سوف تكون مرفوضة من الجانب الإسرائيلي. طيب. فللأسف الشديد نحن الآن مرة أخرى عودة إلى المفاوضات التي يفترض أن تنتهي خلال يعني هذه الليلة. طيب. ويبدو أن هناك إطارا قد حدث، ولذلك السيد بيرنز ذهب إلى إسرائيل لمحاولة إقناع الجانب الإسرائيلي بالصيغة الحالية. طيب، تستطيع الأطراف يا دكتور عبد المنعم أن تلملم الأمور، ولكن قبل ذلك الأمور في تصاعد. نتابع دكتور عبد المنعم الآن وكذلك السادة المشاهدين هذا الفيديو لسقوط صاروخ في مستوطنة كريات شمونة التي قال حزب الله بأنه قصفها مرتين اليوم. إذن الأحداث تتطور ورقعة المواجهة كذلك تتسع، ونحن نتابع هذا المقطع المصور الذي وردنا الآن لسقوط صاروخ في مستوطنة كريات شمونة. دكتور عبد المنعم، هذه التطورات حتى في ساحة لبنان، الأطراف يعني تتسابق من أجل إبرام صفقة بين إسرائيل وحماس،
يعني نستطيع أن نعرف إلى أين وصلت الأمور؟ أنت قلت المحادثات من الممكن أن تنتهي اليوم، بأي اتجاه، خاصة مع تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين بأنهم يرفضون إقامة دولة فلسطينية، يعني على ما يبدو بأنهم يرفضون كل المقترحات التي تصلهم. لا، الحديث ليس على الدولة الفلسطينية الآن. الدولة الفلسطينية ده موضوع يجري التفاوض عليه بعد وقف إطلاق النار. هناك مشروع أمريكي مكتمل قائم على مبادلة بين السلام والتطبيع مع عدد كبير من الدول العربية المهمة، ويعني مشروع عربي كبير لتعمير غزة، ويعني التوافق حوالين كيفية استيعاب إسرائيل داخل منطقة الشرق الأوسط. ولكن هذه قصة مختلفة تماما. لكن الذي يجري الآن البحث عنه هو 6 أسابيع من وقف إطلاق النار تتيح وقفا يعني حوالي 45 يوم يكفي للمفاوضات، وأنه تستطيع كل الأطراف أن يعني تأخذ أنفاسها يعني في سبيل عقد مفاوضات جادة. وكذلك وقف اتجاهات التصعيد الكبيرة الجارية في المنطقة على جميع الجبهات. ربما، وهذا رأيي شخصي، أن الأغلب أن الانفجار سوف يحدث، وأن التصعيد يعني لا يبدو أن أحد يستطيع أن يتحكم فيه، لأنه كما أشرت إلى قصف كريات شمونة في الجبهة اللبنانية فيها يعني عناصر التهاب كثيرة، جبهة البحر الأحمر أيضا الحوثيين ضربوا سفينة بريطانية، وهناك أيضا نجحت أمريكا في أنها يعني تضرب سفينة تحمل صواريخ قادمة من إيران إلى الحوثيين. هناك توتر طيب. إماراتي أيضا هناك ما خطوات مصر المقبلة دكتور عبد المنعم إذا سمحت لي؟ يعني باعتبارك أنت من الذين كذلك يتشاركون الرأي بأن الانفجار قادم، يعني على ما يبدو بأن التهدئة ما عادت يعني أقرب، الأقرب هو التصعيد الأكثر. خطوات مصر المقبلة باعتبار أن رفح أيضا قريبة الآن، والضغط عليها سيعني بالضرورة مسألة النزوح إلى خارج رفح. خارج رفح هي سيناء. يعني هذا أولا، هناك عوائق كافية لهذا الموضوع، وهناك مزيد من الدعم لهذه العوائق الكافية للدخول إلى سيناء. حتى الآن لا يوجد أي نية من حسب معلوماتنا من الإخوة الفلسطينيين أنهم يريدون أن يأتون إلى سيناء. هم يعلمون جيدا أن الدخول إلى سيناء لن يكون به رجوع مرة أخرى. كذلك فإن مصر ليس فقط لأن المسألة عبء من اللاجئين، إنما لأن المسألة معناها انتهاء القضية الفلسطينية وتحقيق أهداف لإسرائيل لا تريد مصر أن تحققها لإسرائيل. وبالتالي سوف يكون هناك تشاور كبير مع الشركاء العرب في هذا الشأن، خاصة الشركاء العرب الذين وقعوا معاهدات سلام مع إسرائيل. وأعتقد أن الأمر يحتاج إلى تشاور لإدارة الأزمة من الآن فصاعدا بشكل شوية مختلف، أو كما نرى يعني أن الوضع ده من الداخل الإسرائيلي أيضا لا يمكن الحديث عن يقين بشأنه، لأن هناك ونحن نتحدث الآن مظاهرات كبيرة في تل أبيب وفي القدس وفي مناطق أخرى تدعو إلى يعني عقد صفقة الرهائن وإعطائها الأولوية الأولى في التفاعلات الجارية الآن. لدينا يعني مناطق كبيرة في الأحداث لا نستطيع أن نقطع على وجه اليقين أنها سوف تنتهي بشكل معين، ولذلك هذا وقت لكي ننتظر نقيم معلومات. بالنسبة لمصر فإنها بالطبيعة عندها خطوط حمراء معروفة، يعني وهي أنها يعني لن تسمح بوجود موضوع هجرة قسرية إلى مصر، وأنه أيضا إن مصر هنا يعني سوف تفعل ما تراه مناسبا في وقته. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ المصري، شكرا يا دكتور. اشتد الحصار على الفلسطينيين في مراكز الإيواء شمالي قطاع غزة إلى درجة لجوء عائلات إلى جمع الأعشاب من المزارع وطهيها لسد رمق الأطفال وأنقاذهم من شبح المجاعة. هنا من شمال قطاع غزة من معسكر الجبالية من أحد مراكز الإيواء التي يتواجد فيه عدد كبير من النازحين
نستعرض الواقع المعيشي الصعب الذي يحياه المواطنون هنا ومع الحاج أم محمود وما تحاول صنعه اليوم من طعام لإيواء أسرتها. فقلت الولد روح على البيائير دوروا من هذه بيسموها 66 زمان بيقولونا روش بلا الأرانب طعمين الأرانب طعمين الحمام طعمين يعني للغنام. فبنقولنا بلكي ها انجزنا لنا طبخة عشان طعمي مسكتهم من يعني هي طبخة أول مرة تطبخوها أو إنها مش للبني آدمين؟ لا لا ما كلش لغل الحيوانات تاكلها. الحين هي الطبخة هي عساس اني مرقتها شوية عساس نطعم الأولاد واحد شوية. هم 50 طفل عندي أطفال 50 أحفادي 50 طفل ايش في إلا الأعشاب اللي تحت الشجر هاي نعرفه الحمصيص والخبازة والجزر أبو علي اللي بحكي له هاي شوف هاي كم هاي خلينا لها بكرة هذا صور صور خلينا لها خلينا لها تتسنى الله يجزاك الحمير وكلنا هذا قبل ما ينطبخ لما تنقى أضوه خرطون عندنا نسوان زيكة الحمير في أي معادة بردن شكلنا سهلنا مجبورين عليها ليش؟ من القلة بقى رحنا على الكلية الزراعية بتحلون جوا عند شارع الجكة صرنا نلم الإنكالة والذرة والشعير كله ردم. بالنسبة للخبز اللي بتستخدموه يعني كان في مسبقا طحين ابيض لكن الان الظروف اختلفت، ايش طبيعة الخبز اللي بتخبزوه الايام حتى هذا حطيت شوي عليه ابيض، يعني بقت عندي جواز واحد على اساس اني اقدر امشي حالي فلقيته كله رمل، مصنوع من ايش؟ الذرة هي قشة الشعير والردة وفي سوس وفي دود في دود كمان ما عساس انه ايش نسوي مش عارف ايش نعمل مش قادرين ناكلوا الاولاد ورمل مش قادرين ناكلوا ربنا يعيننا ان شاء الله. هي ظروف صعبه جدا يحياها هنا المواطنون في شمال قطاع غزه وبدائل اصعب واصعب يحاول المواطنون صنعها لاعزاء يعني يعيشوا ايامهم خلال هذه الحرب في شمال قطاع غزه. عبد القادر صباح لقناتي العربيه واحد. وفي 19 أيضا لأول مرة زوجة البغدادي تفضح أسرار حياة الرجل الأخطر. يعني في تلك الفترة يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. Thank you.
أهلا بكم من جديد. ومع استمرار التهديدات الحوثية للملاحة، أعلن الحوثيون استهداف السفينة البريطانية بصواريخ في خليج عدن، وكانت وكالة بريطانية للأمن البحري أعلنت عن وقوع انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، مؤكدة أن السفينة وأن أفراد طاقمها بخير. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن اليمنية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نجحت في تنفيذ 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز مضادة للسفن، وثلاث مسيرات كانت جاهزة للإطلاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مجددة تأكيدها على أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضا أنها صادرت أواخر يناير الماضي أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت متجهة إلى مناطق الحوثيين في اليمن، تضمنت أكثر من 200 حزمة تحتوي على صواريخ باليستية متوسطة المدى ومتفجرات ومسيرات. واعتبر قائد القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك يعد مثالا على استمرار نشاط إيران الخبيث في المنطقة، معتبرا أن استمرار إيران في إمداد الحوثيين بالأسلحة هو انتهاك مباشر للقانون الدولي وهو تهديد للملاحة. يدخل قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كجماعة إرهابية عالمية، يدخل حيز التنفيذ الجمعة بعد انقضاء مهلة الشهر التي حددتها الولايات المتحدة. في المقابل تحذر الأمم المتحدة من تداعيات هذا القرار على الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات الحرب. انتهت المهلة وسيدخل القرار حيز التنفيذ. قبل شهر من الآن أعلنت الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كجماعة إرهابية عالمية بعد 3 سنوات من إزالتها من القائمة، على أن يطبق بعد 30 يوماً. واشنطن أرادت بهذا القرار وقف الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولية التي تسببت في تعطيل حركة التجارة العالمية، رغم الضربات الأمريكية على مواقع للجماعة في اليمن. لكن الحوثيين يهددون بالرد إذا فرضت الولايات المتحدة تصنيفها للجماعة. وسيتورط الأمريكي ويغرق، وإن اتخذ هذا القرار وركب جماح نفسه وغروره وكبريائه وغطرسته، فإن ما بعد التصنيف سيكون أكثر مما قبل التصنيف، لأنه بذلك يعني يثبت فشله. في المقابل هناك قلق آخر يطفو على السطح، ودعوات دولية لزيادة المساهمات التنموية لتحسين الوضع الإنساني في اليمن. اليمن لا يزال من الدول التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفي الوقت الحاضر يحتاج الناس بشكل عاجل إلى الغذاء ومياه الشرب والرعاية الطبية وغيرها من الضروريات الأساسية. الأمم المتحدة تخشى بدورها تبعات هذا التصنيف على اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب، خاصة الواردات التجارية من مواد أساسية يعتمد عليها الشعب اليمني، في ظل احتياج أكثر من 18 مليون شخص للمساعدة. رند الشيخ، العربية. من القاهرة ينضم إلينا المحامي ووكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي. مرحبا بك يا أستاذ فيصل. كل الدعوات للتهدئة ولضبط سلوكيات الحوثي ليس باءت بالفشل، وإنما على ما يبدو كلما دعي للتهدئة أو لضبط سلوكه يزداد سوءا، لماذا؟ هو مسعر حرب في الأساس. الحوثي عزيزي حسين لا يعيش إلا في بنية حربية مليئة بالشعارات والطائفية والعنصرية، وبالتالي هذه الدعوات يعتقد بأنها فرصة له لإثبات نفسه بشكل أكبر، وبالتالي تطبيق شعاراته التي هي محل جدل طوال السنوات الماضية، حيث أنه حتى هذه اللحظة لم يتأذى من شعار الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، ولم يخدش ظفر إسرائيلي أو أمريكي. وبالتالي الحوثي يعتقد بأنها الفرصة النبيلة من خلال الركوب على قضية طاهرة مثل القضية الفلسطينية لتقديم
النفسية، وبالتالي مزيدا من حقيقة الانتشار بين الأوساط الشعبية العربية التي لا تدرك كن هذه الجماعة العنفية، ولا تدرك بأن ميليشيا الحوثي تطبق ما تقوم به إسرائيل في غزة تطبقه على اليمن تحديدا في مدينة تعز. فهي يعني الضحايا، حجم الضحايا الذين سقطوا من اليمنيين على الأقل حسب إحصائيات الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة، تسببت الحرب التي أشعلتها الحوثي ما يقارب 370 ضحية من اليمنيين، وهو عدد يفوق ما قامت به إسرائيل طوال تاريخها في مواجهة الفلسطينيين. طبعا بكل تأكيد نحن مع الشعب الفلسطيني ومع ما يعانيه، لكن نتحدث عن أن ميليشيا الحوثي تتخذ القضية الفلسطينية مطية. هي تعتقد بأن هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بإدارة بايدن، هي في سنة أخيرة وهي مقبلة على انتخابات، وبالتالي لا تريد بالفعل أن تخوض حربا، وهي حتى ترى أن أداء الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحوثي هي ردات فعل وهي دفاعية. الآن باتت تستهدف كما تقول منصات إطلاق الصواريخ، بمعنى أنها لا تقوم بأي هجوم لكنها عمليات دفاعية في الأساس لا تؤثر على ميليشيا الحوثي، لأن أهدافها في الأساس متحركة، وبالتالي يمكنها طيب أن تقوم بنقل. تتكرر عمليات الاستهدافات الأمريكية مؤخرا أستاذ فيصل، وكذلك البريطانية، حتى أن فرنسا دخلت على الخط منذ نحو شهرين تقريبا، يعني إلى أي حد هذا سيؤثر على سلوكيات الحوثي فيما يخص تهديد الملاحة؟ يعني هو كان يهدد الملاحة قبل حتى قضية غزة. نعم بالفعل هذا هو الصحيح، الحوثي يهدد الملاحة ويتقرصن في البحر الأحمر منذ سنوات. سبق له وحجز سفينة إماراتية، سبق له أن استهدف عدة سفن نفطية، يعني يقوم بإرسال العديد من الألغام، لكن لم يكن حقيقة يستهدف المصالح الغربية، ولهذا كانت لا تنظر لهذا الأمر. الآن حتى الصين التي يرى فيها حليفا وحتى روسيا متضررة، يعني التجارة الصينية سنغافورة، التجارة التي تأتي من اليابان من الدول الأسيوية وتذهب إلى أوروبا هي في الأساس متضررة. الشحن ارتفع أكثر من 200%، أيضا تكاليف التأمين، تكاليف النقل، أمور كثيرة جدا. حتى الشعب اليمني طبعا من أكثر المتضررين، بالإضافة إلى الأعزاء في مصر الشقيقة الذين تحدثوا عن أنهم تأثروا بمعدل 40%، وبالتالي العالم حقيقة كله يصرخ إلا إسرائيل، وهي التي ينادي أو يتحدث الحوثي بأنها متضررة. نحن نعتقد بأن ميليشيا الحوثي تهدف من ذلك إلى أنها تريد وتلهث وراء الشرعية، بمعنى أن تعطى من المجتمع الدولي اعترافا بها. لكن هناك إشكالية في تعامل المجتمع الدولي، وهو دائما ما يرفع ورقة الحالة الإنسانية. إبقاء هذه الجماعة الحوثية وإعطائها مزيد من الحياة والنفس بالأداء حقيقة المتراخي من المجتمع الدولي هو الذي يضر الحالة الإنسانية في اليمن. منطقة مدينة الحديدة التي كانوا يتحدثون بأن حقيقة تحريرها سيؤدي إلى مزيد من الحالة الإنسانية وتضررها، الآن هي من أفقر المناطق في اليمن، والحوثي يقوم حقيقة بشفط كل المساعدات، حتى المساعدات الآن التي تحاول الإدارة الأمريكية أن تقول بأنها سبب في تأخير حقيقة يعني مسألة عدم إدراجها كمنظمة أجنبية إرهابية يقوم الحوثي بأخذها. شكرا جزيلا لك من القاهرة المحامي ووكيل وزارة العدل اليمنية الأستاذ فيصل مجيدي. لأول مرة منذ مقتله قبل 5 سنوات تقريبا تطل زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي المدعوة أسماء محمد عبر شاشة الحدث لتروي أسرارا لم تكشف من قبل. فقد انفردت الحدث بإجراء مقابلة حصرية مع زوجة الرجل الأخطر الذي هدد العالم وروعه سنوات طويلة، وذلك للمرة الأولى مع وسيلة إعلامية. طبعا اختلفت الحياة كثيرا، يعني الآن أصبحنا نشعر فعلا نحن في خطر حقيقي، يعني كعائلة نحن الآن فعلا في خطر حقيقي. يعني الرجل يعني أصابه غرور، يعني
ما عاد يعني يهموا الذين الناس اللي حواليه، يعني كل اللي يهمه هو فتوحات، أمنه الشخصي، كيف يوسعون هذه الدولة. كانت عندهم أحلام كبيرة، يعني يصلون إلى روما، يفتحون، يعني كانت في رأيي خرافات. في الحقيقة في هذه الفترة يعني المشهد العام اللي تشوفه هو وجود الأجانب، كان مميز جدا، يعني وجود الأجانب في التنظيم، بل هم كانوا أعتقد هم القوة اللي تمد هذا التنظيم، كانت أعداد كبيرة جدا نساء ورجال. بالنسبة للقيادات الأجنبية أنا ما ألتقي بأحد من القيادات، فقط مرة واحدة المدعو عمر الشيشاني زار البغدادي في البيت، لا أعرف ماذا دار بينهم، طبعا الرجال في مكان ونحن النساء في مكان. في رأيي الشخصي كان له دور كثير، تأثير كبير في جلب المقاتلين وخاصة الأجانب للتنظيم. يعني في تلك الفترة أصبحت الدنيا مفتوحة للتنظيم، يعني كل شيء متوفر، كان الزواج رخيص جدا، النساء يعني متوفرات بصورة كبيرة جدا، فكان عنصر جذب بالنسبة للرجال. وفي 19 أيضا، نائب البرهان يغلق الباب بوجه أي ملف سياسي قبل إغلاقه العسكري منه. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهريا. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي، شاهد وشارك وتفاعل. أهلا بكم من جديد. قالت الخارجية السودانية أن الحكومة لم تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق السودان، مؤكدة أن سياستها هي تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين. وجددت الخارجية التزام الحكومة بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية وما عقبه من التزامات في الشأن الإنساني، فيما اتهمت الخارجية قوات الدعم السريع بالتنصل من التزاماتها في منبر جدة واستغلال الهدن للاستيلاء على المرافق الإنسانية. أكد الفريق شمس الدين كباشي نائب القائد الجيش السوداني، أكد على أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع وأن الجيش ماض في قتاله لحين بسط سيطرته على كامل البلاد.
كباشقة لنتفاوض مع دعم السريع أو وقف إطلاق النار لن يتم إلا في حالة التزامها في اتفاق جدة بالخروج من منازل المواطنين والمؤسسات الخدمية. اعتبر أنه لا فتح لأي ملف سياسي قبل إغلاق الملف العسكري في السودان، مشددا أن الجيش لن يسافر للقاء أي شخص في الخارج. هذا وأكملت الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع 300 يوم مخلفة ألف القتلى وملايين النازحين ودمارا هائلا وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار. منذ 300 يوم والسودان يرزح تحت وطأة القصف والجوع، حرب حصدت أرواح آلاف المدنيين وتركت الملايين في قوائم النازحين. هذه المعارك التي عكرت سماء الخرطوم وأم درمان باقتتال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع زادت من الأعباء الاقتصادية بخسائر قدرها خبراء بأنها وصلت حد 120 مليار دولار. نزيف الخسائر لم يتوقف عند هذا الحد، فحتى السودانيون يكابدون بين نيران المدافع ومعاد خاوية، لا سيما وأن مناطق النزاع معرضة لخطر مجاعة كارثية وفق تحذيرات أممية، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليون يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، في حين خرجت 70% من المستشفيات عن الخدمة، أما البقية فبالكاد تعمل بالكوادر المتبقية والإمدادات الشحيحة. كما وحرم الصراع 19 مليون طالب من مدارسهم وجامعاتهم. وبينما تقترب الحرب من إكمال عامها الأول، لم تفلح كل الوساطات في لجم غضب الطرفين وحسم الخلافات بينهما والالتزام بوقف إطلاق نار دائم. من الرياض ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني فتح الرحمن يوسف. مرحبا بك أستاذ فتح الرحمن يوسف. كلام الكباشي بأنه لا فتح ملفات الآن، كيف يقرأ؟ طيب شكرا لك أخي حسن، التحية لك والتحية للمشاهدين على امتداد البث. نعم حقيقة كلام الكباشي يعني يفهم في سياق ما يعني طبيعة الوضع الآن. الآن الوضع يعني يعاني من سيولة أمنية يعني بشكل مريع، هناك لا أحد يأمن على نفسه ولا يأمن على مأكله ولا مشربه ولا على عرضه حتى، وبالتالي في ظل هذا الواقع الهلامي المريع لا يمكن أن نتحدث عن عملية سياسية. يعني إذا كانت هناك دولة قائمة أصلا ويعني كاملة الدسم وحدث لها خلل أمني، بالتأكيد حيحصل لها انهيار كامل ويحصل لها يعني سيولة أمنية تودي بحياة الكثيرين. وبالتالي في السودان نحن الآن نعيش هذه الحالة، الحالة السيولة الأمنية المريعة نعيشها الآن، الشعب السوداني يعيشها الآن، يعني ينوم ويصحى على عدم الأمن يعني عدم الاستقرار. فما إذن بأي مشيئة يعني نشتغل بسياسة؟ يعني السياسة هنا يجب أن تقوم على أساس، أي بنيان إذا لم يكن له أساس لن يقوم. هناك أعمدة مهمة لعمل أي عمل سياسي، وهو في المقام الأول الأمن. وبالتالي يعني مسألة الأمن تقوم على تعضيد ودعم الجيش باعتباره ولكن الكلام لا فتح الوطنية. ملفا سياسيا الآن يا أستاذ فتح الرحمن، يعني أنا عندما أسأل نعم يفهم نعم عندما أسأل عن القراءة لا أقصد السؤال يعني السؤال السطحي كيف يقرأ الموقف، يعني هل ثمت مرتكزات تستند عليها يعني قيادة الجيش السوداني كي تصرح بهكذا تصريح عالي سقفه عالي جدا؟ كيف لا يمكن فتح الملفات وكيف لا يمكن مسألة المناقشة المستقبل إلا بخروج قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين؟ نعم نحن الآن يا سيد حسن يعني الحرب الآن تدخل في 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 في
أنا في الشهر العاشر يعني حسين يعني معلش حذفنا الياء يعني ظلما عذرنا يعني وسهل. حسين أخي حسين آسف جدا على هذا الخطأ حذفت للإضافة ولا تحذف يلا ما في مشكلة تفضل طيب نحن نتحدث عن حربنا الآن يعني امتدت إلى أكثر من 10 أو أكثر من 9 شهور وتكتمل السنة قريبا يعني وما زال السودان يعيش وطأة يعني في يعني تتمثل في مجاعة متزايدة تتمثل في عدم دواء متزايد تتمثل في عدم أمن مستمر وبالتالي هذه الشواهد وعلى أرض الواقع تفرض بشكل واضح أهمية العمل على تعزيز الأمن. تعزيز الأمن الآن التفاوض يجب أن وكما بدأ به المفاوضات بدأت بهذا الطلب. الطلب كان يعني طلب المفاوضات كان يقوم على يعني التركيز على مسألة الأمنية والعسكرية. بحسب التحذيرات الأممية يا أستاذ فتح الرحمن يعني مسألة رفع سقف التصريحات هذه من قبل قادة الجيش في مكانه في هذا الزمن. يعني هو هذا يفرضه الواقع ليس المسألة هنا يعني ترتكز على واقع الحال يعني واقع الحال الآن أنت الآن إذا كنت هناك إذا كان هناك مزارعون وهناك أراضي شاسعة للزراعة صحيح وهناك مياه وكذا ولكن عندما تزرع وهل ستحصد إذا كان هناك من يقوم بحرقها ويقوم باستيلاء هذه الأراضي وهكذا يعني مسألة الأمن هذه مسألة ضرورية ومهمة جدا وبالتالي أعتقد مسألة الملف السياسي هو ليس تعليقه بمعنى أنه ليس هناك سياسة أنا أعتقد في أعتقد أن مسألة تعزيز الأمن نفسه هو سياسة سياسة طيب. هي سياسة الفريق الكباش يقول بأن الجيش كذلك لن يذهب إلى الخارج للقاء أحد هي إشارة للمدنيين لتقدم أو ثمت أطراف أخرى يعني طلب من الجيش أن يلتقيها من بعض الوسطاء مثلا نريد أن نستوضح هذه النقطة أستاذ فتح نعم يعني حقيقة يعني أنت أخي حسين يعني أكيد متابع هذا الملف يعني نحن بدأنا أو بدأت هذه المحادثات في جدة وبالتالي هناك دعوة ودعوة يعني مؤكدة ودائما يؤكد عليها الجانب السوداني بأهمية وضرورة توحيد منبر المفاوضات والتركيز على منبر جدة بالتحديد وكانت الخطيئة الكبرى في مسألة محاولة تعدد المنابر التي أفشلت يعني كل النتائج المرجوة يعني وبالتالي توحيد المنبر وهو منبر جدة والتركيز عليه هو أساس الحل ولأن هناك هذه المفاوضات التي يعني أنبر لها هذا المنبر يعني خرجت بنتائج إذا كانت هناك التزامات من قبل الدعم السريع بالخروج من بيوت المواطنين وبالكف أيديهم عن البطش والقتل والنهب والاغتصاب ومحاولة يعني إفساح المجال للمساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية والبنيات التحتية لخدمة بني آدم في السودان إذن هنا سيكون هناك فعلا مجال هناك للتفاوض الحقيقي وسيكون هناك بناء حقيقي ولكن هو يتحدث عن أن هناك شلاليات هي يعني تنتمي إلى قحط الجناح العسكري أو الجناح السياسي ولكن كذلك يا أستاذ فتح الرحمن هي تحولت إلى التقدم يعني طيب ولكن كذلك يا أستاذ فتح الرحمن يعني عندما تحركت الإيجاد وعندما اجتمع رؤساء الإيجاد في جيبوتي والتقوا الرئيس إسماعيل جيلة يعني وحميتي كذلك زار جيبوتي تأخر الجيش تأخر قائد الجيش عن هذه اللقاءات لماذا يعني ألا يضع الجيش وقادته في خانة من يعطلون العملية السياسية في السودان؟ كانت هناك حسنية أصلا من البرهان باعتباره هو رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة السودانية حسنية بأن فعلا يعني تقوم الإيجاد منظمة الإيجاد بعمل إيجابي ولكنها أخطأت أكثر من مرة
يعني مرة أولى كانت أول حاجة حاولت أن تكون لجنة رباعية ترأسها دولة معادية ومنحازة لحميتي وتدعم يعني هي تجعل من دولتها يعني مخزن للسلاح من الخارج ومن دول أخرى إقليمية ودعم لوجستي وهكذا، وبالتالي هنا لا يكون هناك أبدا يعني هناك عدالة أو منطقية أو معقولية في يعني قبول هذه اللجنة. وثم بعد ذلك يعني فتح صفحة جديدة برهان بأن يكون هناك دور حقيقي للإيجاد، ولكن للأسف الشديد عندما تم تحديد موعد لحميتي لم يأتي حميتي ولم يخطر الحكومة إلا في اللحظات الأخيرة بأن حميتي يعني لم يحضر لأسباب يعني سموها بالفنية أو هناك يعني أسباب فنية، وهذه هي كلام هلامي أجوف ليس له معنى من يعني منظمة يعني إذا كانت هي تحترم نفسها ومكونة من دول ورؤساء، وبالتالي هذه يعني تصرفات غير لائقة. ومن حق السودان في هذه الحالة أن يحتفظ ب يعني حقه في التعاطي مع هذه المنظمة والمحاولة إيجاد منفذ آخر أفضل. طيب حراك حميتي الأخير، هو الحل حراك حميتي الأخير، هل أحرج الجيش يا أستاذ فتح الرحمن؟ بمعنى أن الرجل عندما ظهر بهذه الصورة يعني وضع قادة الجيش في خانة البحث عن سبيل لأن يقولوا للناس بأننا نحن موجودون وبالتالي لابد من التعامل معنا بشكل مباشر، سواء الأطراف الإقليمية أو الدولية أو حتى الأطراف الداخلية المدنية السودانية؟ لا بالعكس، حميتي أحرج نفسه وأحرج قواته، لأنه حميتي على مدى شهور عديدة لم يظهر يعني، وبالتالي عندما ظهر كانت قبل ذلك موتموه يعني أنتم يا أستاذ فتح الرحمن موتتم الرجل، يعني كثير من المصادر والتحليلات تقول يعني هو الرجل يا سيد حسين يعني ما زال ميتا في قلوب الناس وما زال ميتا حتى صحيا، الرجل ليس بعافية. هذه روحانيات يا أستاذ فتح الرحمن، هذا الهيكل الذي تراه هذه ليس روحانيات بعافية. ليس هذه في روحانيات هو. هذه روحانيات هو مات في قلوب روحانيات. الناس أو شققتم عن قلوب الناس أنتم يا أستاذ فتح؟ لا، نحن قلوب الناس هي قلوب الشعب التي الآن هي يعني تمطر في كل الأماكن أسى وحزن يعني يشهده كل العالم، لكن دعني من الروحانيات نتكلم عن هيكل حميتي. حميتي رجل هو تمت سمكرته في الخارج عدة شهور، وتم إعادة يعني تشغيله في هذه الملفات. شكرا جزيلا لك من الرياض، عدد من الدول. طيب، وهذا لن يخدم قضيته ولن يخدم الدعم السريع. شكرا جزيلا لك من الرياض الكاتب الصحفي السوداني الأستاذ فتح الرحمن يوسف. بكلامك نأتي إلى نهاية الساعة الثانية من 9:10. شكرا يا أستاذ فتح الرحمن، دمتم بخير وعافية. إلى اللقاء مشاهدينا.